بطبيعة الحال التصعيد كان يهدف إلى إظهار أوكرانيا بأنها لا تزال تحتفظ بالقوة الممكنة في اتجاه تصعيد الأزمة بين الطرفين، لكن الواقع يقول شيء آخر، أن أوكرانيا في تقهقر متواصل وأن القوات الروسية متقدمة، وهذه حقيقة يعني لم تعلن هنا في موسكو بقدر ما عرف عنها في أوساط كثيرة. ولهذا السبب يصر الجانب الأوكراني على إظهار ما معناه لديه القوة في توجيه الضربات هنا وهنا، لكن ما هي نوعية هذه الضربات؟ الفرق كبير بين أنك تضرب أماكن يقطنها السكان المدنيين وبين أن تضرب مواقع عسكرية. روسيا صرحت وواضحة كانت في ضرباتها أنها تضرب مواقع عسكرية، مستودعات إلى ذلك من الأمور الثانية التي لها علاقة بالجانب العسكري وليس المدني، لأن روسيا تدرك تماما بأن أي ضرر يلحق بالشعب الأوكراني هو في الواقع ضرر في العلاقات الأزلية بين الشعبين الأوكراني والروسي، بينما هذا لا نجده في الطرف الأوكراني، حيث يوجه القنابل العقودية إلى مناطق آهلة بالسكان، والضحايا كانت كثيرة كما تعلمون في الفترة الأخيرة عندما ضربت بيلغراد، وراح حوالي أكثر من 130 قتيل وجريح في الجانب المدني. من هنا فإن هذا التصعيد لن يجدي أوكرانيا ولن ينقذها من موقفها المتدهور أبدا. دكتور وسام، هل تستغل روسيا تراجع الإمدادات والدعم لأوكرانيا، طبعا الدعم الغربي سواء المعنوي أو بالسلاح، ولإحداث فارق في هذه الحرب؟ بلا شك أوروبا وأمريكا خاصة قد تعبوا من هذا التواصل المستمر المادي والعسكري إلى أوكرانيا دون أن يجدوا نفعا من ذلك، يعني لم يتحقق أي هدف من تلك الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، كانوا يطمحون في سبيل أن يجدوا ولو جزءا يسيرا من التحقيقات التي يمكن أن يفرحوا بها عسكريا، ولكن هذا لم يحصل. ما حصل هو تراجع مستمر ومتواصل من قبل، وهنالك خسائر كبيره في هذه الاسلحه والجنود والضباط الاوكرانيين، كل هذا يحصل يوميا، وهذا الشيء يراه الاوروبيون، تراه امريكا، ومن هنا فقد تعبوا فعلا من هذه التضحيات اللا معنى لها، وخصوصا وان الجبهه الداخليه للدول الاوروبيه قد بدات تتحرك باتجاه وضع حد لهذه المساعدات التي ترهق المواطن الاوروبي وترهق المواطن الامريكي بدون سبب. ما معنى هذا التواصل في انقاذ نظام متعجرف ونظام لا يعرف قيمة للبشرية وللحياة الإنسانية؟ هل من الممكن أن نشهد أي تغيرا سياسيا في المرحلة المقبلة، أم أن الأمور العسكرية هي من تسيطر؟ بلا شك هنالك تناقضات واضحة بدأت تدب في أوساط الحكومة الأوكرانية، وهذه التناقضات ربما قد تؤدي إلى بعض التغييرات، ثم أن هنالك الأكثرية من الأوكرانيين يشعرون تماما بأن الحرب هذه ليست حرب بين الشعب الأوكراني والشعب الروسي، وإنما هنالك نظام متعجرف متابع للولايات المتحدة هو الذي يقود هذه الحرب، وربما أعتقد خلال هذه السنة أن النتيجة قد تكون واضع النهاية لهذه الحرب، لأن هنالك مؤشرات كثيرة كما تفضلتم أنتم قبل قليل بأن المساعدة قد قلت، وهنالك قناعات كبرت، يعني قناعات بأن لا فائدة من هذه الحرب وأن روسيا لا يمكن هزيمتها، هذه حقيقة ساطعة قالها الرئيس بوتين وقالوها الكثيرون ويعرفوها، يعرفها الكثيرون، ومن هنا فما معنى لهذه الحرب سوى تقديم الخسائر المتواصلة من الجانب الأوكراني؟ أعتقد أن هذا العام قد يكون عام الحسم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام جواد رسول على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو.